اختتمت فرنسا اليوم يوم أمس حملة انتخابية قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية تخرج منها البلاد وسط حالة انقسام كبيرة في بلد يعتبر واحدا من ركائز الاتحاد الأوروبي. ومنذ قرار الرئيس المفاجئ بحل الجمعية الوطنية تشكل مشهد سياسي فرنسي جديد بصعود حزب التجمع الوطني الذي يأمل في الوصول إلى السلطة الأسبوع المقبل. وكانت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان قد نددت بتشكيل حزب واحد يجمع الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب، خاصة بعدما أظهر استطلاع للرأي أن التجمع الوطني وحلفائه سيحصلون الأحد على 210 أصوات إلى 240 مقعدا بفارق كبير عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا. أبواب مجلس النواب هنا ستفتح ل 577 نائبا جديدا سينتخبهم الفرنسيون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية. في هذه الجولة تنحصر المنافسة بين معسكرين، المشترك الوحيد بينهما تحسين القدرة الشرائية، لكن الخلافات تكاد لا تحصى. معسكر أقصى اليمين ممثلا بحزب التجمع الوطني يقدم برنامجا متشددا حيال قضايا عديدة، الهجرة والجنسية، ولكن أيضا عدم إرسال جنود أو صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وعدم الاعتراف بدولة فلسطينية. في المقابل يقدم تحالف اليسار برنامجا أكثر انفتاحا على قضايا الهجرة، ويشدد على استمرار دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، لكنه أيضا يقترح اعترافا فوريا بدولة فلسطينية. هنا لدي برنامج أقصى اليمين، وهنا برنامج التحالف اليساري. سأطلب من الناس رأيهم في أي برنامج كانوا مقتنعين أكثر للتصويت له في الجولة الثانية. لا هذا ولدك، أنت تخيرني بين السل أو الكوليرا؟ بسبب أصولي لا يمكنني التصويت لبارديلا، ولكنني أيضا لا أحب برنامج التحالف اليساري. إذا ما كان لدي الخيار فإنني سأختار التجمع الوطني. التحالف اليساري بكل تأكيد، لأنني ضد المتطرفين بكل بساطة. حالة عدم اليقين التي تعتري الناخبين الفرنسيين لم تغير كثيرا في نتائج استطلاعات الرأي، والأخيرة ما تزال تعطي الضوء الأخضر لأقصى اليمين في طريقه إلى البرلمان. فادي الدهوك، الحدث، باريس. ومن بيروت معنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب. صباح الخير دكتور خطار. دكتور خطار، كما استمعت، إحدى الفرنسيات قالت لمراسلنا في باريس بأنه هل تخيرني بين السل والكوليرا؟ هل بالفعل نحن أمام هذا المشهد في فرنسا؟ تحياتي لك ولفريق العمل في قناتكم ولكل من يشاهدنا ويتابعنا. بالفعل دوما في كثير من البلدان بعض المرات الديمقراطية توصل إلى الاختيار بين السيء والأسوأ، لكن في فرنسا بالرغم من كل ذلك هناك خيارات أخرى. هناك إذا التيار ماكرون الوسطي الذي يبقى وحصل على أكثر من 20% في الدورة الأولى، وهناك اليمين الجمهوري الذي حافظ على المبادئ الأساسية بحوالي 7%. لهؤلاء وجود، وهؤلاء هم شكلوا مع تحالف اليسار الواسع مع الخضر جبهة واسعة اسمها الجبهة الجمهورية من أجل منع أقصى اليمين من الوصول بأكثرية مطلقة. من هنا ولكن لوبان اعتبرت هذه الجبهة بأنهم مجموعة يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب. يعني هذا رأيها، و هي بالطبع ستحضر نفسها لانتخابات الرئاسة في 2027 بعد فشل كبير في انتخابات 2017 و2022. هي تأمل من خلال هذا الاختراق أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء بالنسبة لسيطرة معسكرها، لكنني أظن أن المسألة يعني شبه محسومة. مع الأسف قرار ماكرون كان مغامرة، كان قرارا محفوفا بالمخاطر، سيسفر على الأرجح. يعني السيناريو الأرجح هو جمعية وطنية من دون أكثرية واضحة، بمعنى سيكون هناك تشتت بين عدة معسكرات،
وبالطبع أبرزها معسكر أقصى اليمين ومعسكر تحالف اليسار، ولكن أيضا معسكر ماكرون وبعض اليمين الجمهوري. وأظن أن ماكرون سيلجأ لتشكيل حكومة تقنيين من الوسط وبعض اليسار، وسيحاول تمرير الوضع في السنوات الثلاثة الباقية من حكمه. وإذا وصل أقصى اليمين سنكون أمام يعني أزمة سياسية في فرنسا. يعني هناك أصلا تضارب أو غموض باستطلاعات الرأي في فرنسا، يعني الصورة حتى باستطلاعات الرأي غير واضحة، ربما بسبب السرعة التي نظمت بها هذه الانتخابات. يعني الصورة هي غير واضحة، لكن نظام الانتخابات في فرنسا من دورتين وبالنمط الأكثري تتيح تركيب تحالفات. يعني حتى رئيس الوزراء السيد جابرييل أتال كان مختلفا مع الرئيس إيمانويل ماكرون. السيد ماكرون كان يريد عزل ميلانشون لأنه اعتبره من الغلاة أيضا، لكن أتال قال المهم الآن هزيمة أقصى اليمين. وأظن أن الأكثرية الساحقة عدا بعض المتشددين يريدون هزيمة أقصى اليمين، ولذلك أعتقد أن تجميع أقصى اليمين ل 289 وحتى ل 270 نائب صعب جدا، ومن هنا هناك هامش مناورة إذا عند اليسار والوسط في محاولة تركيب تحالف. كم هو دور العرب أو المسلمين في فرنسا وأيضا اليهود بالتأثير على هذه الانتخابات؟ يعني بالطبع هناك تأثير أكبر لليهود، بمعنى لماذا؟ لأن اليهود متجذرين في المشهد السياسي الفرنسي بالرغم من قلة عددهم المعلنة، لأن العديد من المسيحيين كانوا يهودا وألزموا قبل ذلك، إبان هتلر وإبان فيشي. وأما الآن أعتقد أن اللوبي اليهودي يجد ضالته عند الجميع، اللوبي الموالي لإسرائيل يجد ضالته عند بارديلا وقد بنى علاقات قوية مع أقصى اليمين، ويجد ضالته عند بعض اليسار وجماعة ماكرون، ليس عندهم مشكلة. بالنسبة للعرب أظن من ناحية الدول، إذا أردت الكلام عن الدول وليس عن الجماعات داخل فرنسا، برأيي الجزائر ستكون عندها مشكلة مع أقصى اليمين نظرا لتاريخ كبير حافل بحرب الجزائر وكل ما عداها. بالنسبة لباقي الدول يعني هي تتأقلم والمسألة تكون من دولة لدولة. أما بالنسبة للمسلمين داخل فرنسا أو من هم ذوي أصول عربية، تجارة ميلانشون بقضية فلسطين وبمسألة غزة، يعني هذه زاد ميلانشون العيار كثيرا، مما أدى إلى تجميع باقي الفرنسيين وراء أقصى اليمين. أنت يعني دكتور لمن ستصوت؟ نعم؟ أنت لمن ستصوت؟ أنا مرشحي إذا أردت لا أفسح عادة، أنا كنت خارج فرنسا لكن قمت بواجبي من خلال التفويض لمن أثق به ليصوت مكاني. والمرشح من اليسار الوسطي نجح في الدائرة التي أنا أنتمي إليها من الدورة الأولى، إذن أنا النائب عن دائرتي حسم أمره من الدورة الأولى، وأنا نعم. مقتنع أن الكثير من الفرنسيين هم باتجاه عدم السماح هذه المرة، أقول نعم. ليس بالضرورة في 2027، لكن هذه المرة لن يصل أقصى اليمين إلى الأكثرية المطلقة. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب.